السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتيك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو مفيد على قناتنا. كنت كلمتكم في فيديو سابق ان انا هكلمكم عن ازاي تحصلوا على اداة. الاداة دي بتستخدموها بشكل مجاني عشان تحصلوا على المصدر او كتابة المصدر بطريقة صحيحة باستخدام ABA ستايل. وإيه بي إيه ستايل؟ هو ستايل بيستخدم لكتابة الريفرنسز. مش عايز أخش في الجزء الأكاديمي، في ناس مختصة أكتر مني فيه، لكن أنا جاية أجيب لك الأداة اللي اسمها الـ ABA Citation Generator. هذه الأداة ممتازة جدا في كتابة المصدر، سواء كان ويب سايت، سواء كان جورنال أرتيكل، سواء كان كتاب، سواء كان تقرير، سواء كان الصورة، سواء كان فيديو يوتيوب. هحط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو عشان تخش على الـ ABA Generator مرة واحدة، لأن موقع سكرابر هو موقع فيه حاجات كتير جدا جدا، من ضمنها الـ ABA Generator أو الأداة اللي بستخدمها علشان أكتب الريفرنس أو المصدر بطريقة صحيحة لطلبة الدراسات العليا ولطلبة البحث العلمي. ممكن يقدروا من خلالها يعملوا مصدر مكتوب بشكل صحيح. كنت شرحت لكم من قبل وحاطط لكم ايضا رابط في الوصف اسفل الفيديو استخدام الوورد في عمل الـ ABA Style References وانتكست سايتيشن، لكن او الاقتباس، لكن النهارده هي اداه هتعمل لك الموضوع ده بشكل سهل جدا جدا. فنفترض مثلا لو انا رحت على ويب سايت، الويب سايت ده مثلا هروح الاول على جوجل وهكتب مثلا The importance of physics. In life. مثلا هو حاجة كده جت على بالي، بتعمل بحث عن أهمية الفيزياء في السوسايتي، في الديلي لايف مثلا. اوكي، واخترت على سبيل المثال الموقع ده، وقررت من خلال الموقع ان انا في موضوع او منشور انا عايز اطلع بيه. يفضل ان انت دايما تجيب البحث بتاعك من حاجات ذات ثقل وثقه ومواقع تقيله. الحته دي مهمه جدا، لان بعض الاحيان لا يقبل ببعض المواقع، بتعتبر مواقع مش موثوق فيها قوي. لكن مثلا سي لو رحت جبت خبر من موقع، من مواقع مثلا او من النيوزليترز الخاصه بال او المواقع مثلا الخاصة بالاقتصاد، المواقع الكبيرة، فوربس مثلا، سي ان ان، كل الكلام ده ممكن تستعين بالاقتباس منه. لكن ويكيبيديا لا يفضل ابدا ان انت تجيب معلوماتك من على موسوعة، لان الموسوعات دي بتبقى مفتوحة اي حد بيقدر يعدل عليها، ما بيبقاش فيها الى حد كبير جدا يعني مش ب100% الموجود فيها موجود بشكل صحيح. لذلك يعني ينصح لطلبة البحث العلمي والطلبة الجداد لسه اللي داخلين في عمل دراسات عليا ايا كان ابتداء من الدبلومه، يعني يبعدوا عن الويكيبيديا وعلى الموسوعات بشكل عام. برضو في ناس افضل مني في هذا الموضوع تقدر تتكلم فيه. انا هجيب لك مثلا سي هذا الموقع على سبيل المثال، باخد هفتح الموقع هنا على سبيل المثال على الموضوع ده، وابتدي اروح للاي بي اي سايتيشن واقول انا عايزه اعمل جنريتنج للريفرنس بتاعي او اولد الريفرنس بتاعي من ويب سايت. فهروح ادوس على ويب سايت وهنا هتبع المطلوب مني. هنا بيقول لي ايه سايت ا سورس، هنا كلمه سايتيشن اللي هو الاقتباس، اقتبس السورس من ويب بيج اور اونلاين ارتكل. وهنا بيقول لي ان انا ممكن من حاجات كتير جدا اقدر ان انا استخدم الموضوع ده علشان اطلع بيه المصدر. اول حاجه بروح هنا ادخل على سبيل المثال اليو ار ال او اللينك بتاعي، طبعا بعد ما اكون رحت خدته هنا اهو كوبي زي ما احنا شايفين اهو، هاخده كوبي وهرجع تاني هنا في اليو ار ال هاخده كوبي بيست، وهنا التايتل اللي هو الموضوع عنوانه ايه. هنا مثلا العنوان The importance of physics in our daily lives. طبعا الموقع ده موقع ضعيف، يعني يفضل انت طبعا، انا مش هقعد ادور على مواقع قويه، ولكن انا هنا بديك مثال. هنا الاوثر اللي هو المؤلف، الانيشيالز واللاست نيم، الانيشيالز اللي هو الاسم الاول واللاست نيم اللي هو الاسم الاخير. فمثلا الموضوع ده لو في شخص معين كاتبه هيبان هنا، مثلا لو في حد كاتبه هبتدي ان انا اهو هنا مش مكتوب اسم الشخص، مكتوب ساينتفك وورد، ده اسم الويب سايت، لكن هنا 20 سبتمبر 2021. لو مش عاطيني اسم الشخص بقوم جايه هنا كاتبه unknown، الاوثر unknown، الببليكيشن ديت مثلا نفترض
هنا الـ publication date بتاعي 30 سبتمبر 2021، هبتدي اكتب هنا في الـ day 30 وفي الـ month سبتمبر 09 و2020 او 2021، اعتقد هو 2021، هرجع تاني 2021 بالمنظر ده. وبعد كده هكتب اسم الويب سايت بتاعي، الويب سايت بتاعي هنا اسمه scientific world، وهبتدي ان انا ابص. طبعا اقدر اجيب اسم الويب سايت من تحت او scientific world، فهروح هنا اهو او من فوق، وهنا هعمل سبيس ما بين الساينتفك والورد والورد، وبعد كده هقوم جاي عامله سايت سورس. هنا السايت سورس لو خدت بالك هتلاقي هو ده الريفرنس بتاعك اللي انت هتكتبه في اخر المرجع في الريفرنسز. هتبص تلاقي في حاجه طالعه عندك اسمها انتكست سايتيشن. انتكست سايتيشن هو الاقتباس، وايضا انا مش هتكلم فيه بشكل مفصل، في ايضا ناس افضل مني تتكلم فيه، لكن ممكن يعني ادوس عليه كده واشوف ايه المقصود بالانتكست سايتيشن. التكست سايتيشن لو حضرتك جيت مثلا خدت جمله موجوده في البحث بتاعك، الارتيكل بتاعتك اللي انت قريتها على الويب سايت، وعدلت فيها شويه حاجات، خدتها زي ما هي عدلت فيها شويه حاجات، لكن بنسبه كبيره انت كاتب منها من هذه الجمل. في الحاله دي بعد ما بتخلص الجمله او بعد ما بتخلص هذه الجمل، بتيجي في الاخر خالص بتحط الانتكست سايتيشن، الاقتباس. الاقتباس هو برضو الموقع هنا بيطلعه لك اوتوماتيكلي بالشكل ده، وتحطه في نهاية الجملة قبل الفول ستوب، اوكي، او نهاية الباراجراف قبل الفول ستوب، وبالتالي انت كده هتكون بتعترف بانك انت جايب المعلومة دي حتى لو انت اضفت عليها شوية حاجات من المصدر الفلاني، الاقتباس الفلاني، وفي الاخر خالص برضو بتكتب المصدر. اتمنى يكون الجزء دوت مفهوم بالنسبة لكم. نفس الموضوع بالنسبة للجورنال ارتيكل، لو انت جايب من جورنال نفس الموضوع، بتتبع نفس الاجراءات. هنا مثلا الجورنال من بيجي كذا البيجي كذا، اسم الجورنال ايه، الديت برضو بتاع البابليكيشن، السيرش باي ارتيكل، اسم الارتيكل او حاجة اسمها دي او اي نمبر، والفوليوم اللي هو الاصدار. نفس الموضوع برضو لو رجعت كده هيبقى عندي البوك، عندي في اي بوك وعندي كتاب عادي وفي ريبورت وفي ايمج. تقدر بقى انت تطلع على هذا الموضوع. وهنا بيقول لك ان نوع الاي بي اي اللي هو الستايل اللي انت بتعمل على اساسه الريفرنس بتاعك هو السيفنث اديشن او الاصدار السابع. ده احدث اصدار على فكره الاي بي اي، احدث اصدار ان انت تكتب بيه الريفرنس بتاعك او الستايل اللي انت تعمل بيه الريفرنس بتاعك او الاقتباس بتاعك اللي انت بتحطه جوه الباراجراف او مثلا في جمله معينه. اوكي، في كمان اكسبورت تو وورد، لكن انا يعني هنا ممكن ان انا اللي حي... يعني اللي هيطلع عندي هنا هقدر اعمله اكسبورت تو وورد، اللي هي الريسورسز اللي عندي بعد بس ما اعلم عليها، يعني اعلم هنا على سورسز وابتدي ان انا اصدره لي ملف وورد. طبعا زي ما قلت لكم الموقع ده فيه حاجات كتير وكنوز كتير جدا، لكن انا جاي اتكلم عن اكتر حاجه بتشغل الواحد لما بيجي يعمل بحث علمي او يجي يعمل مثلا اي اساينمنت، ان هو عايز يحط الريفرنسز بشكل صحيح او يحط الاقتباس جوه الباراجراف او جوه بعد الجمله اللي اقتبس منها بشكل صحيح. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ما تنساش لو تشوفونا لاول مره تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. اتمنى فيديو النهارده ان هو يفيد قطاع من الناس اللي شغاله يعني بحث علمي او طلبه دراسات عليا لسه في الاول، او مثلا شخص بيحب يعمل اساينمنتس او مطلوب منه يعمل اساينمنت ما وبيبقى محتاج يحط ريفرنسز وحاسس ان هو لا انا عايز حاجه سهله سريعه، يكون استفاد من فيديو النهارده. ما تنسوش زي ما بنقول لك في نهاية كل فيديو تعمل سبسكرايب للقناة وشير لايك للفيديو لو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.